السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نأخذ وياكم محاضرتنا للمختبر. عندنا إحنا بالمحاضرة السابقة اللي أخذنا إنه شلون ترسمون مثلا على سبيل المثال أخذنا المربع. أوكي، فلما رسمنا المربع باعتبار إنه أنا عندي أضلاع المربع أربعة، فاحتاجيت إنه مثلاً سويت فورورد مسافة معينة، رجعت مرة ثانية أخذت ليفت، مرة الأخرى أخذنا فورورد and again ليفت، فورورد ليفت، فورورد ليفت. على مود شنو اللي يصير؟ اللي يصير إنه رسم لي هذه أضلاع المربع، كل مرة ياخذ فورورد تاخذ ليفت، فورورد ليفت، فورورد ليفت، بدرجة معينة، بزاوية معينة أقصد، وأيضا يعني تروح فورورد بفد number of pixels معينة. زين، طبعا أنا احتاجيت إنه حتى أسوي هذا الشيء احتاجيت أشوف كم لاين أنا كتبت. كتبت تقريبا 8 lines. أوكي، فإنه على مود أختصر، طبعا هي مو جديدة عليكم بالنسبة إنه الفور لوب، ممكن إنه أستخدمها على مود تقلل لي عدد الخطوات. بالتأكيد لما أنا عندي برنامج كبير مستحيل إنه أقدر أني أشتغله من بدون الفور لوب. فخلينا نشوف إنه الفور لوب إحنا أنا شلون راح نقدر نستخدمها. هسه نفس المربع اللي أنا أريد إنه أرسمه عندي. طبعاً هنا أنا أول شيء خلي أقول لكم عليها، إذا أريد إنه أسوي ريست، يعني مثلاً هسه أنا رسمت فد شيء معين، رسمت فد شيء معين على الشاشة، وأريد أرسم شيء ثاني، إنه كأنما خلي نقول أريد أمسح السابق وأرسم شيء ثاني بداله، ما أرسمه فوقه، زين، أقدر إنه أكتب فريد ريست. طبعاً هنا أنا اسم التورتل مالتي اليوم اسمها فريد، أوكي، وأنطي ريست. اجي بالنسبة إلى السبيد، السبيد هي سرعة التورتل، إنه شقد تكون سرعتها لما دا تتحرك، أوكي؟ فبس مجرد إنه دا أعرفكم على هذه بعض الأمور. زين، اجي هسة بالنسبة إلى الفور، شلون أكتبها عندنا هنا؟ فآخذ مثل ما تعرفون الآي اللي هو راح يعتبر عندي variable in range 4. ليش 4؟ لأنه أنا عندي طبعاً أربع أضلاع للمربع. زين، نفس ما كنت مستخدمة اللي هي أنا شنو اللي دا يتكرر عندي؟ اللي دا يتكرر هذه الخطوتين الفورورد والليفت، صحيح؟ فراح أجي أدخلهم داخل اللوب اللي هي راح تكون عندنا تتكرر أربع مرات على number of iteration بالنسبة للآي أربعة، راح تصير عندي أربع مرات forward left forward left. فهسه خلينا نشوف أول مرة هذا اللي رسم المربع، المربع الأول هو كان بدون اللوب، بدون الفور لوب. المربع الثاني شفتوا شلون انمسح عندي السابق وصار عندي مربع ثاني الرسم. زين، هسه إذا أريد إنه أني أغير السبيد مثلا، شفتوا شلون انه صارت عندي فرق ما بين الاثنين وما بين العشرة، والعشرة يعني انه اني زيدت السرعة مالت الموفمنت بالنسبة الى هذه الترتل. زين، خلي نشوف بعد انه شلون اني اقدر انه استخدم حتى ما يظل يكرر لي هذا الشيء الكومنت. اوكي، فأريد اعرف انه اني شنو اقدر استفاد بعد من هذه الفور لوب، انه شلون ممكن ترسم لي اشياء اخرى. فعلى سبيل المثال انا اللي راح اسوي انه راح اخذ ارسم خلينا نقول 88 iteration، راح ياخذ لي فورورد 100 يتحرك لي بمسافة 100، يرجع ياخذ لي ليفت اوكي بالزاوية 225.
خلينا نشوف هذا شنو اللي راح يسوي. اللي راح يصير انه كل ما ياخذ فورورد، يعني كانت الستار اللي عندكم، يعني سألني زميلكم حسين انه ممكن نستخدم اللوب باعتباركم انتم ماخذيها، قال بال يعني ما اعرف بالضبط يا مواد. على العموم اني بس انه بدنا ناخذ في المراجعه سريعه ما دام تعرفوها، لانه فقلت لانه الستار ممكن بالهوم ورك ايضا تحلوا لي اياها بالفور، ماكو مشكله، ولكن انا كنت ناويه انه اعرفكم عليها بهاي المحاضره. زين، فهنا انا عندي ايضا رسمت هذا الشكل، يعني هذا الشكل لو كنت انه اريد ارسمه بدون الفور لوب راح احتاج اني 16 مره انه اكرر فورورد ليفت فورورد ليفت فورورد ليفت وهكذا، فاختصرت لي اياها بثلاث خطوات فقط. زين، طبعا هذه هنا انا اخذت اني عندي الفورورد، بعدين توجهت ليفت بزاويه 225 ورسمت عندي اللاين. هذا هو المثال الثاني اللي عندنا. زين، نجي هسه نشوف شنو عندنا بالمثال الآخر. المثال الآخر أنا مثلا، احنا تعرفون انه بالنسبة هو الـ variable i على سبيل المثال انه أنا اقدر استخدمه، يعني أنا تعرفون اللوكيشن تشتغل. زين، انه كل مرة هي طبعا تدينا صفر، فاللي راح يكون عندي اذا اريد اني اطبع الاي راح يكون 0 1 2 3 4، هذه هنا لانه اوريدي احنا منطي انه تظهر عندنا التورتل، فهذه راح تظهر هنا عندي الاي. زين، فهو فاريبل، انا اقدر هذا الفاريبل انه استخدمه بحيث اقدر اغير، مثلا عندي بالفورورد ممكن انه اغير بعض الخصائص. زين، شلون تصير هذه العمليه؟ شلون تتم؟ خلينا نشوف. انه اني اريد ارسم مربع، ولكن الفرق هنا بهذا المربع انه كل مره المسافه اللي راح يقطعها راح تتغير، يعني الاضلاع المربع ما راح تكون متساويه. اوكي، اللي دا يصير فانه لما اخذ فورورد first iteration كان 10، next iteration راح يصير شقد هنا؟ راح يصير عندي ينضرب في شقد صار عندي قيمة الاي. اوكي، وهكذا. طبعا بالبداية انا عندي قيمة الاي 0، فاذا هي كانما ما يعني العشرة في الاي ما راح تاخذ. بعدين راح يصير عندي 1 راح ياخذ فورورد 10، بعدين راح يصير عندي 2 راح يصير فورورد 20 وهكذا. اللي بالنسبة إلى الزاوية بتبقى هي نفس الشيء 90، لأنه أنا كل مرة داير أرسم عندي مربع، ولكن اللي دا يتغير عندي هو فقط السايز لكل ضلع من أضلاع المربع لكل سايد. أوكي، فشفتوا هنا شلون صار عندي الرسم النتيجة. أجي الثاني مثلا أنه ما أريد دا أرسم مربع، أريد أنه أرسم سيركل. هنشوف بالسيركل شلون تصير. بالنسبة للسيركل قلنا انه لما ايضا راح انطي اني فد رينج معين، هذا يختلف اني حسب كل واحد انه ايش قد اريده، يعني كم مرة انه تتكرر عندي هذا الرسم اللي دا يظهر، كم مرة تتكرر حسب اللوب اللي اني اريدها. فمثل ما تشوفون اللي صار انه اللي اخذته سيركل الاي، فالرادياس لكل سيركل عندي لتنرسم شبيه راح ينضرب في 3. اوكي، كل مره الرادياس راح ينضرب عندي في 3، و خلينا نقول انه يعني لتتجه باتجاه اليمين، سوري باتجاه اليسار to the left counter clockwise ب 20 درجه.
اوكي هذا هنا اللي بيصير عندنا. زين اجي انتقل هسه مثلا اني اذا اريد ما ارسم سيركل كامله، هذا ايضا شيء ممكن. شلون هذا الشيء اسوي؟ اخذ انطيها درجه معينه بالنسبه الى السيركل، انطيها درجه معينه بحيث انه يرسم لي فقط خلينا نقول من يعني سمي سيركل، او ممكن انه نسمي ارك. اوكي خلينا نشوف انه هذا الشيء شلون راح يصير. شوفوا كل مره اللي دا يصير عندي انه دا يرسم لي ال خلينا نقول يعني ارك من جزء من الدائره. اوكي شلون تحددت اني؟ حددت من خلال هذا هنا، هذا عندي سوري هذا هنا عندي الراديوس. الراديوس طبعا دا يتغير بحيث انه كل مره هو دا ياخذ لي ال ياخذ عندي يعني سيركل بالنسبه الراديوس بالنسبه الى الدائره ايش قد يكون حجمها، فكل مره دا يتغير. بالنسبه للارك دا تشوفون انه الجزء من الدائره دا يبقى هو نفسه، اني هذا الجزء اللي ما اخذته. اوكي فهذا هو اللي دا يصير. زين وكل مره ايضا اني اللي دا يصير عندي انه بزاويه 90 درجه اني دا ارسم ال خلينا نقول يعني دا اسوي روتيت تو ذا ليفت بزاويه 90 درجه. اوكي زين خلونا نشوف المثال الاخر، انه اني اذا كان عندي مثلا اريد اطبع فد شيء معين على الشاشه، شلون اقدر اني اسوي هذا الشيء؟ زين فعلى سبيل المثال مثلا اني هسه شوفوا شلون الفور لوب، اني دا اغير لكم اياها انه دا تشوفون حتى تصير عندكم مجموعه امثله. الفور لوب هنا انا ما سميته اي، عادي ممكن انه اي نيم اوف فاريبل، فسميته نيم. هذا النيم نطيته 3 names اوكي اللي هي جون سام جو. اوكي بعدين انا من اريد اطبع هنا اريد اطبع هلو زائد يظهر عندي ايضا النيم، فكل مره ايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي هلو جون بعدين هلو سام بعدين هلو جو. اوكي هذا اللي دا يصير. ليش؟ لانه اني هذا اللي دا يكون هذا اللي دا يتكرر عندي باللوب، هذا اللي دا يتغير النيم عفوا، هلو هو دا يتكرر ولكن اللي دا يتغير هو النيم. فشلون راح يصير هذا الشيء؟ خلونا نشوف. هذه هنا ظهر عندنا الناتج التنفيذ هلو جون هلو سام هلو جو. هاي بالنسبه اذا كان طريقه اخرى مثلا هنا استخدمنا البرنت. طبعا ايضا حتى تعرفون انه شلون تصير عندي اذا اريد اطبع فد شيء على الشاشه. زين اجي هسه اذا اريد اني مثال اخر وايضا ب زين عندنا مثال اخر. هذا المثال اللي راح يسوي ايضا راح يستخدم عندي اللوب، ولكن بداخل هاي اللوب هو راح يرسم لي ممكن انه نقول داش لاين، بس هسه انا لانه خاله الستم فما راح يكون داش لاين، راح ياخذ لي اياها كتورتل. انا خليت لكم اياها تورتل لانه واحد من الهوم وركس خاله تورتل، لهذا احتاجت انه تتعرفون على هذه شلون تصير العمليه. اوكي فاللي دا يصير انه بالبدايه لتعرفكم اني يعني شلون اعرف فاريبل. فاريبل نطيت مثلا اي تسميه تسموها، انا يعني هنا سميتها مثلا سايز. سايز احتاجتها بدل ما انطي اني فورورد نطيت مباشره سايز. اوكي فهذا الفاريبل المتغير عندي استدعيته هذا الاسم، بينما الفورورد هذه هنا الثانية استخدمت لا رقم 15، هذه عندي تختلف عن هذه
هسه أقول لكم شلون. بالبداية بالنسبة إلى الستامب، ستامب يعني شنو؟ يعني إنه هاي التورتل اللي تظهر عندي كل مرة كأنما شلون مثل الطمغة تسوي لي، راح تظهر يعني تتكرر هذه عملية ظهورها. زين، هسه تقولون شنو يعني إنه تتكرر؟ مثلا هي انتقلت لي من مكان لمكان، لما انتقلت للمكان الآخر سوت طمغة بالبداية، خلينا نقول وسوت طمغة مرة ثانية بالمكان اللي وقفت عليه. هذه شغلة. الشغلة الأخرى، مثلا أنا قلت لكم إذا دارت أسوي داش لاين، أريد تنتقل عندي، تنتقل عندي هذه التورتل من مكان إلى مكان بحيث إنه ما يكون اللاين متصل. فكأنما مثل ما أنتوا لما تجون تكتبون، إذا أريد نكتب، مو أنا من دا أكتب أرفع القلم، مضبوط؟ نفس الشيء هنا أنا إيش راح أقول له؟ راح أقول له pen up، أوكي؟ ولما أريد أرجع مرة ثانية يظهر عندي الخط أقول له pen down. فشنو اللي راح يصير؟ خلي بس إن أنا أريد أرفع نأخرها بس حتى يصير يظهر عندكم الداش. فشوفوا هنا أنا شلون طلع عندكم، يعني أنا رسمت الخط ورفعت القلم، رفعت القلم خلينا نقول رجعت pen down، رسم عندي forward. فهذه الفورورد الأولى حسب هذا السايز، هذا السايز اللي هو 20. إيش قد صار عندي أني pen up؟ pen up بالفورورد 15، أوكي؟ رجعت مرة الثانية سويت له pen down، إيش رسم لي؟ رجع مرة أخرى راح أرسم لي 20 وهكذا. زين، إذا أريد أرجع أني الستامب، أوكي، شوف شنو اللي راح يصير. هذه الترتل كل مرة كأنما قامت تعطيني ستامب 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 وهكذا، أوكي؟ فكل ما تمشي وتوقف تمشي وتوقف كأنما تترك أثر إلها، أوكي؟ هذه هي كل المعلومات اللي أريدكم أنه تتعرفون عليها بالنسبة لمحاضرتنا اليوم. راح أرفع لكم أيضاً هذا كل هذه البرامج، والمطلوب من عندكم أيضاً 2 homework. عندكم هذه هنا الدوائر، زين أني هذه الدوائر تشوفون شلون أنه ممكن ترسم، وعندنا هذا هو الشكل الثاني، أوكي؟ موفقين إن شاء الله، وشكرا جزيلا.